أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز تكرار النظر للمرأة من أجل خطبتها، وهل له أن يطلب النظر مرة أخرى في وقت آخر؟ نعم، ينظر إليها حتى يجزم إما على تزوج بها أو على تركها، ما دام أنه ما تبين له شيء، ولا ما أبيح النظر إلا لهذا، من أجل أنه يقتنع. نعم.